شعر. أكثر مشاكل البنات شنو في شعرك؟ شعري ما في لمعة. جيد، شنو ندخل إذا ما في لمعة؟ ندخل الأوميجا 3. حلو، شعري وايد دهني. هو ليش صار دهني؟ عساس زيادة هرمون الاندروجين، هذا هرمون ذكري يصعد عندي كذا، خربطتي بالأكل. شنو يسوي هرمون الاندروجين؟ يسوي فراغات حق شعرك، زائد شنو؟ يخلي الشعرة دهنية. شنو ندخل؟ الأوميجا 3. حلو، بظهري شعري يتقصف يعني شي انقطع بسرعة، شنو ندخل؟ أو قبل أقول لكم شنو ندخل، شنو صاير بالجسم؟ لمعاء ما قاعد تسوي إمداد حق البصيلات، يعني شنو؟ لمعاء هي اللي تمتص من الأكل هي تودي حق بصيلات الشعر، الإمداد هذا السرعة مو 100%. وين الخلل؟ الخلل بالأمعاء. شنو تبي الأمعاء؟ البيوتين. عرفني يا جماعة؟ بقول نقطة وايد مهمة راح تفيدكم حق البنات أو الريايل اللي يبشيلون ليزر، إذا كنتوا تستخدمون أوميجا 3 ما راح يضبط الليزر معاكم. ليش؟ لأن هذا يموت البصيلة وأوميجا 3 يقوي البصيلة، فالليزر راح يطول عندكم وايد. شنو تسوون أثناء استخدامكم حق جلسات الليزر؟ وقفوا الأوميجا 3. أنا قلت لكم أوكي، هذا شيء تذكرته قلت لكم. يلا نكمل عن الشعر. شوفوا بظهري شعري ما يطول، رفيجتي رنودة شعرها طال مع أن قصينا بنفس اليوم، هي طال أنا للحين ما طال، جسمي ينقص الكارنتين. الكارنتين شنو يسوي؟ يزيد حرق بيوت الطاقة، وإذا احترقوا وزاد حرق بيوت الطاقة على طول الفيتامينات المعادن راح توصل عقب صيلات أكثر، وهم نفس الطريقة يساعد على نقصان الوزن بس مو اللي تبونه، لا يعني يزيد الحرق شوي مع رياضة. أوكي، الكارنتين مفيد جدا. أوكي أخواني أخواتي، مشكورين وايد إنكم تميتوا معاي لآخر الحلقة، إن شاء الله استمتعتوا بالمعلومات الحلوة. شفتوا العلاجات كلها اللي قلتها؟ إذا دخلتوا شيء واحد معاها راح يصير سرعة التشافي بسرعة، يعني راح تشوف النتائج أسرع. شنو ندخل؟ النياسين اللي هو B3، ولكن من الأعراض النياسين إنه يسوي احمرار بالخد، هذا طبيعي طبعًا. يسوي احمرار لمدة 10 دقائق 5 دقائق، أنا لازم أقول لكم عشان لا أحد مثلًا يقوم يأخذه وتصير هذه الأعراض ويخترع يروح مستشفى يقول أنا شنو فيني، عرفتوا؟ يتم لعشر دقائق إلى 6 دقائق الحمار تقرص بعدها يروح. شنو يسوي النياسين؟ أول شغلة شفتوا الفيتامينات المعادن يوصلها أسرع عن طريق شنو؟ إنه يوسع الشرايين يا جماعة، زائد يضبط لنا السكر ولا عديد من الفوائد. دشوا جوجل كتبوا فوائد البي ثلاثة وفوائد النياسين راح يطلع لكم مليون فائدة. ليش لا بنحطه؟ عشان نشوف نتيجة أسرع. وأشوفكم على خير وخلكم مع بضاري، مع السلامة.